اليوم وتحديدا في الجزء الأول من صدى الرياضة سنتوقف مع محطات منوعة لأهم الأخبار والأحداث الرياضية العربية منها والعالمية. لدينا أيضا متابعة محلية مختلفة ومنها مشاركة منتخبنا الأولمبي الذي يخوض التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات آسيا تحت 23 عاما، إضافة إلى أخبار منتخبنا الكروي الأول ومهمته بالتصفيات الحاسمة والمصيرية المؤهلة لمونديال الدوحة. هذه القضايا وأخرى سنقدمها ضمن فقراتنا لهذا اليوم. صدى الرياضة بدأ، أهلا بكم معنا. نجدد وترحب بكم مشاهدينا الكرام، انطلاقتنا الأولى مع منتخبنا الأولمبي الذي وصل قبل أيام إلى البحرين المنامة، وذلك لخوض التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات آسيا تحت 23 عاما والتي ستقام في أوزبكستان العام المقبل. وسيخوض منتخبنا الأولمبي منافسات المجموعة الثالثة للتصفيات إلى جانب منتخبات البحرين مضيفة المجموعة وجزر المالديف وأفغانستان للفترة من 25 ولغاية 31 من هذا الشهر. وضمت قائمة الأولمبي 23 لاعبا من بينهم 3 حراس مرمى، وهم كل من حسن أحمد وعماد عيسى ومصطفى عذاب، بينما ضمت القائمة أيضا عددا من اللاعبين وكما ظاهر الأسماء على الشاشة. اليوم سنتابع كل خطوات المنتخب الأولمبي العراقي منذ وصوله إلى البحرين، مرورا بوحداته التدريبية الأولى على ملعب نادي الشباب في العاصمة البحرينية المنامة. فضمن تحضيراته الأولية عبر الوفد الأولمبي عن جاهزيتهم لخوض غمار التصفيات المؤهلة لنهائيات آسيا تحت 23 عاما رغم غياب عدد من اللاعبين المحترفين، مشددين على أن الجميع من جهاز إداري وفني إلى لاعبين يسعون لتقديم أفضل المستويات وتحقيق الفوز في انطلاق التصفيات. يعني استعدادات الفريق مميزة جدا وهنالك رغبة، نعم عدم التحاق اللاعبين المحترفين اللاعبين خارج العراق إذا كان زيدان أو علي الحمادي أو كاردو صديق، أنا أشاهده أمر طبيعي على اعتبار أنه وجود البديل اللي يمثلنا أفضل تمثيل. لذلك جهزنا اللاعبين أنه تكون المباراة الأولى هي المدخل وهي بوابة الصعود لإن شاء الله النهائيات الآسيوية، لذلك فريقنا جاهز إن شاء الله كل الجاهزين. مجموعتنا مو مجموعة بالسهلة ولا بالصعبة، إن شاء الله عازمين ناخذ البطاقة الأولى، والمباراة الأولى دائما بالمجموعة مباراة صعبة، لا المالديف ضعيف ولا البحرين ضعيف ولا أفغانستان ضعيف، كلهم نفس الشيء، وإحنا كل مباراة ندخل عليها نهائي ناخذ 3 نقاط وإن شاء الله ننتهي الأول المجموعة. استعداداتنا جيدة، أجواء مثالية، إن شاء الله جاهزين للتصفيات، إن شاء الله ناخذ المباراة بجدية وإن شاء الله التأهل من المجموعة وصدارة المجموعة. وبعد تحضيرات مكثفة لمنتخبنا الأولمبي العراقي للدخول في منافسات التصفيات المؤهلة لنهائيات آسيا، استهل منتخبنا مشواره بمواجهة منتخب المالديف في مباراة تعتبر في غاية الأهمية كونها الأولى في التصفيات، إضافة إلى قلة المعلومات المتوفرة حول المستوى الفني للمنتخب المالديفي. تفاصيل هذه المواجهة في القراءة التالية نتابع. ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات آسيا تحت 23 عاما التي ستقام في أوزبكستان العام المقبل، استهل منتخبنا الأولمبي رحلته الأولى بفوز كبير على نظيره منتخب المالديف 4 أهداف نظيفة،
وسجل أهداف منتخبنا كل من اللاعبين مؤمل عبد الرضا وأحمد سرتيب من ركلة جزاء ووكاع رمضان هدفين، ليتصدر منتخبنا المجموعة الثالثة مؤقتا برصيد 3 نقاط. وستقام الجولة الثانية للمجموعة الثالثة يوم الخميس المقبل، حيث يلتقي منتخب البحرين مع منتخب جزر المالديف، بينما سيكون منتخبنا الأولمبي في حالة انتظار بعد انسحاب منتخب أفغانستان من خوض التصفيات الآسيوية. وقد عبر الوفد الأولمبي بعد هذه البداية المثالية عن جاهزيتهم الكبيرة وتقديم أفضل المستويات لخوض غمار هذه التصفيات. And then you are back up to our year, but not if you go to our idea, if you go to the year. من جهته نوه مدرب المنتخب الأولمبي التشيكي ميروسلاف سوكوب حول أسباب اختيار التشكيلة المغيرة من اللاعبين بعد فقداننا لخدمات عدد من اللاعبين المحترفين الموجودين في أوروبا خصوصا في إنجلترا، إذ أن هذه الأندية الأوروبية لم تسمح لهم بالانضمام للمنتخب بسبب موعد انطلاق التصفيات التي تعد خارج أيام الفيفا دي. وقد أكد سوكوب جاهزية منتخبنا التامة لخوض التصفيات الآسيوية بعناصره الحالية والتي تعد من خيرة الأسماء الموجودة في الساحة الكروية المحلية. But okay, our team have good quality. We have many players from first division which play strong league, and I hope we are ready to play a good game. From my side, I want to wish for all the teams good games. وتطرق أيضا إلى مستويات منتخبات المجموعة الثالثة وقال بأنها جيدة ومميزة، ونعلم إمكانيات هذه المنتخبات خصوصا منتخب البحرين لأننا شاهدناه في بطولة غرب آسيا. يذكر أن المتأهل من هذه التصفيات إلى النهائيات هو صاحب المركز الأول من كل مجموعة، إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات 11، لتنضم إلى منتخب أوزبكستان البلد المضيف لنهائيات آسيا تحت 23 عاما التي ستنطلق منافساتها العام المقبل. متواصلون مع فقرات صدى الرياضة لهذا اليوم، ولكن بعد هذا الفاصل خليكم ويانا. ضمن الأخبار المحلية، أيضا عقد الاتحاد العراقي لكرة القدم مؤخرا اجتماعا مهما لمناقشة العديد من القضايا التي تخص الكرة العراقية، بما فيها قضية النقل التلفزيوني لمباريات دوري الكرة الممتاز. وقال الناطق الإعلامي للاتحاد أحمد الموسوي أن المكتب التنفيذي للاتحاد صادق على مقررات اجتماع اللجنة المشكلة للتفاوض مع شركة الأضواء لتسوية الخلافات المالية وإعادة صياغة العقد المبرم بين الطرفين مع الاحتفاظ بالحق القانوني للاتحاد. وأضاف الناطق الإعلامي أن لجنة التراخيص في الاتحاد العراقي وجهت إنذارا نهائيا لأندية الدوري الممتاز غير المرخصة والتي لم تكمل تسوية الخلافات المالية مع اللاعبين والمدربين أصحاب الشكاوى أو القرارات المصادق عليها مسبقا من قبل لجنة شؤون اللاعبين.
هذه انتقالة إلى نتائج الانتخابات التكميلية لنادي الكهرباء والتي أسفرت عن فوز 3 أعضاء وهم عباس جابر ونجاح هاشم وحسن شوكت ليكتمل نصاب الهيئة الإدارية للنادي بعد أن وضعت الهيئة العامة ثقتها بالأعضاء الجدد. وقد أعرب السيد علي الأسدي رئيس الهيئة الإدارية لنادي الكهرباء عن شكره وتقديره للجنة المشرفة برئاسة السيد باسم جمال. وبخصوص مسيرة المدرب الشاب عصام حمد مع النوارس، فقد أكدت الهيئة الإدارية لنادي الزوراء تمسكها بمدرب الفريق الكروي عصام حمد وعدم الاستغناء عنه بسبب تراجع مستوى الفريق في منافسات الدوري الممتاز، فيما أشارت إلى تسديد 90% من الديون المترتبة بذمة النادي للاعبين ومدربين سابقين. وأشارت إدارة الزوراء إلى أن وضع النادي مستقر حاليا، كما أن جمهور النوارس متمسك بدعم الفريق. مشاهدينا، دعونا الآن نتابع أخبار السلة العراقية. فقد توج فريق نادي النفط صاحب لقب الموسم الماضي بطلا لبطولة كأس المثابرة لكرة السلة على حساب نادي الكهرباء بنتيجة 83 نقطة مقابل 73. وقد احتضنت قاعة الشعب المغلقة للألعاب الرياضية هذه المواجهة المثيرة وبحضور غفير من الجماهير التي زادت من حماس اللاعبين. وقدم اتحاد السلة جائزة مالية للفريق الفائز باللقب وكذلك للفريق الوصيف. نادي نفط كبير ويحمل عناصر مهمة ولاعبين منتخب وطني، ونادي الكهرباء فريق شبابي ويحمل فئة شابة. طبعا المباراة السابقة من مباراة الكاس لو جينا خذناها يعني كنا ولا مباراة ودية خايضين يعني، ومعسكر فيد هوك كنا يعني استعداداتنا جيدة، كانت تنقصنا فقط مباراة تجريبية. فيعني جينا ما مجربين يعني الوضع مالت الفريق ما متكيفين، فاحنا يعني قدرنا نتغلب عليهم واخذنا كاس المثابرة. بعد انتهاء كأس المثابرة افتتح نادي غاز الشمال الدوري العراقي الممتاز بكرة السلة بفوز صعب على نادي الخطوط ب 57 نقطة مقابل 51. ومن الجوانب المهمة في الدوري السلوي الممتاز تزامن مباريات الفئات العمرية للناشئين مع مباريات فرق الخط الأول لأنديتهم، وتعد هذه خطوة مهمة وفعالة في تطوير مستوى اللعبة مستقبلا. من بين النتائج الأخرى لأندية الدوري الممتاز بكرة السلة نتابعها كما يلي. الآن مشاهدينا مع الأخبار العربية وتحديدا مع مسابقة كأس أمير دولة قطر بكرة القدم، فقد توج السد بالكأس عقب فوزه على الريان بركلات الترجيح ب5 ركلات مقابل 4، وذلك بعد انتهاء المواجهة في وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين. وجاء هذا النهائي تزامنا مع تدشين استاد الثمامة وهو سادس الملاعب الجاهزة لاستضافة كأس العالم قطر 2022. وحافظ فريق السد على لقبه بطلا للمرة 18 في تاريخه، وقد سادت الأجواء الاحتفالية الاستاد وعاش عشاق نادي السد لحظات لا تنسى بعد تتويج فريقهم باللقب. وعلى هامش نهائي كأس أمير قطر بكرة القدم التقى رئيس الاتحاد العراقي الكابتن عدنان درجال رئيس الفيفا السيد إنفانتينيو في الدوحة. وعقب تتويج السد بكأس أمير دولة قطر أكد المهاجم الجزائري بغداد بونجاح على أهمية تحقيق اللقب في المباريات النهائية دون النظر إلى جمالية اللعب نظرا لصعوبة هذه المواجهات التي دائما ما تكون صعبة فنيا على الفريقين.
كما أكد أيضا مشاهدينا الكرام حسن الهيدوس قائد فريق السد بأنه لا يتابع الأرقام الشخصية بدقة خاصة، وأنه بات الأكثر خوضا للمباريات النهائية في مسابقة كأس أمير دولة قطر برصيد 9 نهائيات. سنتحول الآن إلى متابعة منوعة لأهم الأخبار العالمية من خلال فقرة دقيقة ونص، خليكم ويانا. البداية مع منتخب أسود الرافدين الذي سيلعب مباراتيه المقبلتين في الجولتين 5 و6 من التصفيات الحاسمة في العاصمة القطرية الدوحة، والتي ستكون أمام سوريا وكوريا الجنوبية، فيما تعتمد عودة المباريات بالجولات المقبلة إلى استاد البصرة على قرار الاجتماع المقبل للاتحاد الدولي الفيفا. وإلى مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، فضمن المرحلة 9 أمطر تشيلسي شباك ضيفي نورتش سيتي بسباعية نظيفة، وبذلك عزز صدارته للدوري برصيد 22 نقطة. وفي المرحلة نفسها للدوري الإنجليزي، حسم مانشستر سيتي مباراته مع برايتون بالفوز عليه ب4 أهداف لهدف ليرفع مانشستر سيتي رصيده إلى 20 نقطة. وضمن الجولة 10 من منافسات الليغا الإسباني، انتهت مباراة سوسيداد مع مضيفي أتلتيكو مدريد بالتعادل الإيجابي بـ2، وبهذا التعادل بات سوسيداد متصدرا للدوري بـ21 نقطة وبفارق نقطة واحدة على ريال مدريد وأشبيليا، فيما أصبح رصيد أتلتيكو مدريد 18 نقطة. وشهدت هذه الجولة أيضا من منافسات الليغا الإسباني مباراة في غاية الإثارة، عندما استطاع النادي الأندلسي أشبيليا من الفوز بصعوبة على ليفانتي بـ4 أهداف لـ3، وبهذا الانتصار رفع أشبيليا رصيده إلى 20 نقطة. في المقابل تواصلت معاناة ليفانتي بعد تلقيه الهزيمة 5 في الموسم ليتجمد رصيده عند 5 نقاط. أما في الجولة 9 من الدوري الألماني، فقد تابع فريق بايرن ميونخ عروضه الهجومية القوية بقيادة قناصه البولندي ليفاندوفسكي ليلحق هزيمة قاسية بضيفه هوفنهايم برباعية نظيفة، وبذلك حافظ بايرن على صدارته برصيد 22 نقطة. متواصلون مع متابعة منوعة لأهم الأخبار العالمية، فضمن المرحلة 9 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وصل فريق ليفربول نتائجه اللافتة بعدما تجاوز مضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة كبيرة وبـ5 أهداف نظيفة. وتعد هذه المباراة تاريخية للمصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول، وقد دخل صلاح التاريخ من أوسع أبوابه بتوقيعه على 3 من أهداف ليفربول الـ5. بهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى 21 نقطة، فيما تجمد رصيد يونايتد عند 14 نقطة. دعونا نتحول مشاهدينا الكرام إلى الليغا الإسباني، وتحديدا إلى ملعب الكامب نو مع موقعة الكلاسيكو التي جاءت ضمن الجولة 10 من منافسات الدوري الإسباني. وفيها نجح فريق ريال مدريد من حسم المواجهة لصالحه ضد غريمه برشلونة بالفوز عليه بـ2 مقابل هدف، وسجل هدف السبق للريال الوافد الجديد النمساوي ديفيد ألابا، ومن ثم لوكاس باسكيس، فيما قلص البديل الأرجنتيني سيرخيو أغويرو الفارق في اللحظات الأخيرة من الوقت المضاف بدل الضائع. معنا أيضا قمة كروية في الدوري الفرنسي بين مارسيليا وباريس سان جيرمان، التي انتهت بالتعادل السلبي ضمن المرحلة 11 من الدوري، ويتصدر فريق سان جيرمان الدوري برصيد 28 نقطة مقابل وصول مارسيليا إلى 18 نقطة. وقد لعب النجم ليونيل ميسي الكلاسيكو الأول له في فرنسا، ولعب سان جيرمان بـ10 لاعبين بعد طرد المغربي أشرف حكيمي، وهذه أول بطاقة حمراء في مسيرة حكيمي الاحترافية. كذلك الحال في الكلاسيكو الإيطالي، حيث لا غالب ولا مغلوب بين يوفنتوس مع مضيفه إنتر ميلان حامل لقب الدوري الإيطالي بعد تعادلهما الإيجابي بهدف ضمن المرحلة 9. بهذا التعادل ظل ميلان في المركز 3 بـ18 نقطة، فيما قفز فريق يوفنتوس إلى المركز 6 بـ15 نقطة.
مشاهدينا سنكرس ما تبقى لنا من وقت مسموح على أخبار منتخبنا الكروي ومهمته بالتصفيات الحاسمة والمصيرية المؤهلة لمونديال الدوحة، لكن قبل ذلك سنكون مع تصنيف الفيفا السنوي لمنتخبات العالم بكرة القدم لشهر تشرين الأول، ووفقا للتصنيف فأن منتخبنا احتل المركز 72 عالميا، بينما صنف منتخبات بلجيكا الأول عالميا، وحل منتخب البرازيل ثانيا، ثم إنجلترا ثالثا، ومنتخب فرنسا رابعا، وإيطاليا خامسا، والأرجنتين بالمركز السادس. وعلى صعيد القارة الآسيوية جاء العراق بالمركز الثامن آسيويا، وتصدر القارة الصفراء منتخب إيران، ثم اليابان ثانيا، واستراليا ثالثا، وكوريا الجنوبية رابعا، وقطر خامسا، والسعودية سادسا، والإمارات سابعة. مشاهدينا، لا يزال الشارع الرياضي وأهل الشان منشغلين بمنتخبنا الذي أصبح موقفه صعبا بالمجموعة، خصوصا بعد مباراتنا الأخيرة أمام المنتخب الإماراتي التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين، وهذا ما جعل مشاركة المنتخب تبدو أكثر سوءا وتعقيدا جراء تداعيات هذه النتيجة التي كانت بطعم الهزيمة. فمن 4 مباريات لم نجني سوى 3 نقاط من أصل 12 نقطة. نتابع. يعني احنا متفقين هناك عجز هجومي من المرحله الاولى الى المرحله الثانيه. طبعا احنا يعني ما نحمل كل العبء على المدرب، لانه تدرون احنا يعني الفتره القصيره للمدرب هي اللي اوقعتها في الخطا. المدرب لا يمتلك اي درايه كافيه عن اللاعب العراقي، عن فرق المنطقه. احنا علينا بصراحه خاطر نكون نصارح الجمهور، يعني هل هذا الفريق المنتخب العراقي يستحق ان يتاهل لنهائيات كاس العالم عطفا على اداء اللاعبين المتواضعه؟ أنا أعتقد المباراتين القادمة إذا ما قدرنا نحصل على 6 نقاط أعتقد الآن الأمور تتعقد أكثر. فوز في هذين المباراتين راح يخلينا في دائرة المنافسة ويرجع الفريق ويرجع الثقة بين الجمهور وبين المنتخب العراقي، خاصة بعد فقدان هذه الثقة، ويعني أصبح هناك نوعا ما من القلق من قبل جماهيرنا على مستوى المنتخب العراقي. أتمنى أنه المدرب أدفوكات ولاعبين المنتخب العراقي يعون المسؤولية الكبيرة على عاتقهم، وأنه يخرجوا من هذه المباراة بالنقاط 3 إن شاء الله. يعني حقيقة كل المعطيات تشير إلى أن الفرصة تعتبر ضئيلة جدا لبقاء المنتخب ضمن يعني إطار المنافسة، لكن الحسابات الدقيقة بالورقة والقلم تشير أيضا إلى أن الوقت ما زال سانحا، ومن الممكن يعني نتيجة مباراة واحدة تغير موقف وترتيب المنتخب بمجموعته. لذلك نحث لاعبي المنتخب على الاهتمام والتركيز داخل الملعب، وعلى تقديم العطاء والروح والظهور المشرف الذي سيتكفل أولا باكتسابهم يعني حالة من الرضا الشخصي لهم وللجماهير التي يعني تقف من خلفهم، وبالتالي يعني يتصاعد مستواهم الفني العام، وهذا يعني شيء مهم جدا في مسيرتهم الكروية. وثانيا يعني يتمكنون من الظهور بشكل جيد وتوظيف مجهوداتهم بصورة سليمة لكي يعني يستطيعون خطف أكثر عدد من النقاط، على أقل تقدير يعني نخطف البطاقة 3 التي ربما نكون من خلالها جزءا من هذا الحلم الكبير بالوصول إلى مونديال الدوحة. ومن الله التوفيق. على الموعد المقبل ألقاكم بإذن الله. هذه تحياتي أنا بلال بداع، مع السلامة.